مرحبا، أنا ليث سليمان من اعزف دوت كوم. راح نعزف اليوم أغنية يا زارعني السمسم من التراث الشعب الفلسطيني. هي أغنية في مقام البياتي اللي هي على درجة الري، دليل المقام السي بيمول والمينوس بيمول، الميزان 2/4 اللي هو إيقاع اللف. هذا اللحن الأساسي. هي بدأ اللحن من نغمة المينوس بيمول، كأنه بنعزف مقام الهزام، بس ركوز المقطوعة هاي على درجة الري فيسمى مقام البيات، ولا هي المقطوعة بدأت من نغمة المينوس بيمول. مي فا صول صول فا صول صول. الجزء الأول مي فا صول صول فا صول صول، مي فا صول صول فا صول صول. الجزء الثاني مي مي فا ري دو ري مي، مي مي فا ري دو ري ري. هذا الجزء الثالث والرابع. بدنا نجمع اللحنين مع بعض. بدنا نضيف بعض الأشكال التعبيرية.